15% من الناس يعانون اليوم من إعاقة جسدية، ولكن مع التقدم العلمي تحولت كثير من الإعاقات لمجرد مشكلات جسدية لها حلول كثيرة. مثلا اللي ما كان يسمع أبدا راح يقدر يسمع بسهولة، واللي انولد كفيف بيقدر أن يستعيد بصره المفقود. يمكن ما بيقدر يشوف كل شيء، لكنه بيشوف ملامح الأشياء وأشكالها بدون تفاصيل. كل هذا بسبب الأطراف الاصطناعية. يعود تاريخ الأطراف الاصطناعية إلى نحو 1500 سنة قبل الميلاد. فالمصريين القدماء كانوا من أوائل من استخدمها، وكانت تصنع من الألياف والخشب، وأحياناً كانت تستخدم للتجميل. ولكن اكتشف الباحثون أن أول إصبع اصطناعي يعود إلى مومياء امرأة فقدت إصبعها الأصلي بسبب السكري. أول قدم اصطناعية صنعت سنة 300 قبل الميلاد، واكتشفت في إيطاليا سنة 1858. مثل ما أنتم شايفين كانت مصنوعة من الحديد والبرونز مع قالب خشبي، وتعود لشخص يبدو أنه بترت ساقه من الركبة. وفي سنة 210 قبل الميلاد فقد أحد القادة الرومان يده، فصمموا له يد من حديد قدر أن يثبت في طرفها الدرع ماله. هذه اليد ساعدته على الاستمرار في خوض الحروب. هذا النوع من الأطراف الاصطناعية تم اعتماده في القرون الوسطى، لكنها مشكلتها أنها كانت متوفرة فقط للأغنياء اللي كانوا قادرين يتحملون تكاليفها. الأطراف الاصطناعية اليوم أخف وزناً بكثير، لأنها صارت تصنع من البلاستيك والألمنيوم، ومع التقدم التكنولوجي صار التحكم فيها أفضل وأسهل. لوك سكاي ووكر روبوتيك آرم، هاي اللي تشوفونها، هي أول ذراع اصطناعية مرتبطة بالدماغ مصرحة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سميت بلوك تيمناً بلوك سكاي ووكر، تذكرونه اللي في فيلم ستار وورز؟ هاي الذراع وزنها هو نفس وزن ذراع الإنسان العادية. تصوروا في ناس فقدوا أذرعتهم وبعد سنوات طويلة ركبوا لهم ذراع مثل هذه، كيف تغيرت حياتهم؟ ولكن علشان نفهم كيف تعمل هذه الذراع لازم أولاً نفهم كيف يعمل الدماغ. هذا جسم الإنسان، الدماغ، وهي كلها الأعصاب. الدماغ يتحكم بالجسم كله من خلال هذه الأعصاب. الآن لما الشخص يفقد أحد أطرافه شو اللي يصير؟ تبقى الأعصاب في داخل الجسم ومرتبطة بالدماغ. لما يركبوا له مثلاً يد جديدة لابد أن يشبكون هذه اليد بالأعصاب علشان توصل الأوامر من وإلى الدماغ. الآن أصبح بإمكان أصحاب هذه الأذرع القيام بمهمات كانت مستحيلة سابقاً، مثل فتح الباب بالمفتاح والإمساك بالأشياء القابلة للكسر مثل البيض والأكواب، لأن هذه الأذرع لديها الإمكانية لتحسس ما إذا كان الشيء اللي تمسكه قاسي أم لين. لكن أصحاب الأطراف الاصطناعية يعانون من نفس المشكلة اللي تعاني منها الأحذية، وهي مشكلة الاحتراء من الاحتكاك بين الطرف الاصطناعي والجسم، إلى جانب الألم اللي ينتج من هالاحتكاك، مثل لما تلبس حذاء صلب فتعاني من التهابات في القدم وتضطر أنك أنت تتخلص من ذلك الحذاء. لكن هنالك حل. تعرفون شو الحل؟ تم تطوير جهاز لتحليل أنسجة جسم الإنسان ثم طباعة طرف اصطناعي مشابه لملمس الجسم بدقة عالية، وأصبحت الذراع المصممة بواسطة هذه التقنية من أكثر الأطراف اللي تم تصميمها راحة، ويقدر صاحبها من تحريكها بشكل طبيعي ولمس الأشياء وحملها ويسوي كل شيء كأنها ذراعه الأصلية، يقول العلماء وربما أفضل. أوقعة السمع اخترعت عام 1979، وكانت تساعد اللي سمعهم ضعيف على تحسين السمع عن طريق تحفيز الأعصاب السمعية بالكهرباء. لكن القوقعة تطورت حتى صارت جهاز إلكتروني صغير يحتوي على ميكروفون يستقبل الصوت، ثم يتم تحويله إلى إشارات إلكترونية ترسل إلى عصب السمع اللي يقوم بدوره بإيصالها للدماغ. واليوم يستخدم هذه التقنية أكثر من 300 ألف إنسان في العالم.
لو سألتك ما هي أهم حاسة عندك؟ أكيد بتقول البصر، وفقدان البصر هو أصعب اختبار ممكن أن يمر فيه الإنسان. لكن هل بتصدق لو قلت لك أن التقنية تطورت جداً لدرجة أن الأشخاص اللي ولدوا مكفوفين بيقدرون قريباً أنهم يشوفون؟ 100 شخص مكفوف حول العالم يقدرون اليوم أنهم يميزون الأشكال باستخدام العين الاصطناعية. هذه العين تستخدم كاميرا صغيرة مركبة في نظارات متصلة بجهاز كمبيوتر صغير. هذا الكمبيوتر مرتبط برقاقة متناهية في الدقة مزروعة قرب شبكة العين، تستقبل الكاميرا الصورة وتنقلها إلى الكمبيوتر اللي ينقلها إلى الرقاقة، وبعدين تقوم الرقاقة بتوصيلها إلى الدماغ عبر الخلايا المتبقية والموجودة في شبكة العين. رغم أن هذه النظارة ما تزال في المراحل الأولى، إلا أنها بتمكن فاقدي البصر من تمييز أشكال الصحون مثلاً، أو أنهم يعرفون إذا كانت الغرفة مضاءة أم مظلمة، وبيقدرون يميزون الرصيف، وبيقدرون يعرفون إذا كان في شخص جاي في اتجاههم أم لا. تخيلوا شخص ما كان يقدر يشوف أي شيء وعايش في ظلام دامس، وفجأة بسبب تقنية تحولت حياته تماماً وتقريباً أصبح إنسان طبيعي. من زمان كان المرضى اللي يحتاجون زراعة قلب ينتظرون حتى يموت شخص آخر علشان يحصلون على قلبه، طبعاً في حال كان موافق قبل موته وفي حال كان قلبه سليم. أما قريباً فما راح يعيشون أولئك المرضى في هذا القلق، ما راح يفرحون بموت إنسان علشان يعيشونهم. سينكارديا هو قلب اصطناعي موجود اليوم في داخل أكثر من 1250 إنسان في العالم. هؤلاء عندهم فشل في القلب وينتظرون الفرصة لزراعة قلب طبيعي من شخص آخر. بهذا القلب يمكن لهؤلاء أنهم يخرجون من المستشفى ويرجعون لبيوتهم. والآن يعمل العلماء على محاولة تحويل هذا القلب سينكارديا إلى قلب دائم، بحيث لا يحتاج المرضى إلى زراعة قلب من شخص آخر. اليوم هناك سباق على مدار الساعة لإيجاد علاج لمرض السكري، أحد أكثر الأمراض انتشاراً في العالم، وهناك تجارب جرت مؤخراً تبشر بحل قريب ونهائي لهذه المشكلة. جسم المصاب بالسكري غير قادر أن ينتج هرمون الأنسولين اللازم لهضم السكر، وبالتالي يقوم المريض بحقن نفسه بالأنسولين، هذا اللي كنا نعرفه، اللي يعني لازم يكون بكمية مناسبة علشان ما يتضرر المريض. لكن هذا الخلل سببه هو عطل في جهاز البنكرياس اللي ما يفرز الأنسولين بطريقة كافية. أما في الجسم السليم فالبنكرياس يقوم بهذا العمل، وما يقيس فقط نسبة السكر في الدم، بل ويقوم بإنتاج الكمية المناسبة من الأنسولين بشكل تلقائي. في عام 2013 استطاع مجموعة من العلماء أنهم يبتكرون بنكرياس اصطناعي. يقوم هذا البنكرياس بتحليل نسبة السكر في الجسم من خلال حسابات خوارزمية ورياضية معقدة، وبعدين يضخ في الدم الكمية اللي تناسبه طوال الوقت علشان يحافظ على نسبة السكر في الجسم. الجهاز بعده تحت التجربة، وإذا عدى كل الاختبارات الطبية بنجاح فراح يعمل قفزة علمية هائلة ويغير حياة ملايين الناس. هل سمعتوا عن الدم الاصطناعي؟ يتوقع العلماء أنهم في خلال 5 سنوات بيصنعون خلايا بيضاء اصطناعية، وهي عبارة عن خلايا بلاستيكية لها القدرة أنها تميز وتهاجم الخلايا المصابة بالسرطان. الأغرب من ذلك هو أن العلماء أيضاً يعملون حالياً على تصنيع خلايا حمراء اصطناعية اللي بتكون جاهزة بعد تقريباً 10 سنوات، يمكن أكثر شوية. طيب شو الفائدة منها؟ هالخلايا بتقدر أنها تحمل أكسجين في الدم أكثر بمئات المرات من الخلايا الحمراء الطبيعية. حد بيقول زين وشو الفائدة؟ الفائدة هي أن الإنسان العادي، إحنا الناس العاديين، بنقدر نحن نجري بنفس سرعة عدائين الأولمبيات اللي هم يعني يركضون مال 100 متر، لكن ل15 دقيقة متواصلة. تخيل نفسك تركض بهالسرعة مثل بولت، لكن لربع ساعة متواصلة. الشيء الآخر، بيقدر الشخص أن يكتم أنفاسه لساعات طويلة
لأن جسمه بيكون مشبع بالأكسجين. تمكن علماء من جامعة واشنطن ستيت من صناعة بودرة سيراميك يمكن استخدامها لصناعة عظام اصطناعية، بحيث راح تستخدم هذه المادة في صناعة الهيكل اللي تقدر العظام الطبيعية انها تنمو عليه، وبعد ما يكتمل نمو يد مكسورة مثلا راح تتحلل بودرة السيراميك وتذوب وتبقى العظام. هذه العملية تعني ان اصابات كرة القدم والتنس وغيرها من الرياضات ما راح تخلي اللاعبين يعتزلون، فباستخدامها راح ترجع عظامهم لحالتها الطبيعية، لكن بعد فترة طبعا. هذه التقنية يتوقع أن تكون متوفرة بحلول العام 2022. نجحت جامعة في كاليفورنيا في تصنيع كلية اصطناعية فيها فلتر أو مصفاه متناهية الصغر تسمى نانو فلتر، مصنوعة من السيليكون، تقوم بتصفية السموم والأملاح والماء من الدم تماما مثل ما تفعل الكلية الطبيعية. الميزة في هذا النانو فلتر أن يستخدم قوة تدفق الدم حتى يعمل بدون ما يحتاج إلى مضخة أو حتى كهرباء. في المستقبل القريب، يعني خلال 20 إلى 30 سنة، بيقدر الإنسان أن يجري مثل الحيوانات السريعة ويشوف مثل الطيور ويحمل الأشياء الثقيلة مثل الأبطال. ما راح يكون في ناس ما تشوف أو ما تسمع أو ما تمشي. فالأطراف الصناعية وزراعة الأعضاء وغيرها طبعا من التقنيات الحديثة بتحول الإنسان إلى مخلوق أشبه بالكائنات الخارقة في الأفلام، ومن يدري قد يأتي جيل من البشر وراح ينظرون إلينا مثل ما ننظر نحن اليوم إلى الإنسان الأول اللي كان أكبر إنجاز له هو اكتشاف النار. الكشف البعيد.